عشان اقول لك متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من قلب منزل جلالي ساكن بجماعة المنصورية، بالضبط بدوار السوجيطة. حنا بغينا محسنين يعاونوه، عنده واحد العملية جراحية ديال 96,000 درهم، وما قدروش يجمعوا الجيران ديالو، وحاولوا يجمعوا حتى 1 مليون، وباقي خاصهم اللي يكمل ليهم. كنطلبوا من الحسيني يتعاونوا معاه. هاو نخليكم مع المباشر. السلام عليكم، انا سني الجلالي نازي، تنسكن دوار كوبانيه جماعه المنصوريه، وانا راه مريض تنعاني من مرض ديال الصمامه، وتنطمن المحسنين يتعاونوا معايا. وانا عندي العمليه تتسوى 9 مليون و120,000، وما عندي من حتى ريال، وتنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا. وعندي بنيه ومجوج، وعندي بنيه وراه ما عنديش باش نصرف عليهم، وما تنخدمش مده عام هذا، واللي شافنا وتنتمنى من المحسنين يتعاونوا معانا، والله يرحم الوالدين. وهادشي اللي نقول لكم. السلام عليكم، انا كنطلب من الله من المحسنين يعاونوا هاد الدري ولدي، راه مريض وكيعاني من الصمامه، وحنا درنا على الناس وعلى الجيران وعلى داكشي، يلاه جمعنا 3 مليون، راه عنده 40 عام. كنطلب من الله ومن المحسنين يوقفوا معنا في هذه العملية، الله يرحم الوالدين. والسلام عليكم. نخليكم دابا مع السكان ديال الحي ديالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حنا اليوم كنتواجدوا في المنزل ديال الجار ديالنا سي جلالي نزيه. كيف ما كتعرفوا ان الحاله الصحيه ديالو مدهوره، وزاد الظهورات في هذه الاونه الاخيره بسبب مرض ديال الصمامه ديال القلب. ما غاديش نطولوا بزاف، انطلاقا من حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب الاخره. حنا محتاجين لواحد 9,600,000 فرنك، جامعين منها 3 مليون على المحسنين. الاخ ديالنا راه في حاجه ماسه لهذه العمليه، نطلبوا من الله عز وجل والمحسنين باش انهم يتعاونوا معاه ويحاولوا ما امكن يفيدوه، حتى اللي ما قدش عير بالبارطاج ويدعي معاه في 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 في, في الغيب انه يشافيه. تحياتي للجميع، السلام عليكم. السلام عليكم اخواني خواتي، السلام عليكم. اليوم حنا كنتواجدوا في المنزل ديال احمد الجلالي نزيه، اللي هو عنده العمليه اللي كتطلب واحد المبلغ ديال 9,120,000. اليوم حنا درنا على المحسنين، جمعنا 3 مليون، بقى خاصنا 6,120,000 اللي كنطلب من المحسنين يغيثونا الاغاثه، لان العين باصره واليد قاصره. احمد جلور راه ما كانش محتاج لشي حاجه، ولكن المرض هذا، وكنتمنى من المحسنين اللي شافنا قبل ما يكمل البرنامج يتصل بينا. الله يجازي بها. حنا جمعيه، ولكن جمعيه العمل، جمعيه التقدم للعمل الاجتماعي التربوي، ولكن العين بصيره واليد قصيره، ما عندنا كون عندنا حنا غنديروا ليه العمليه، ولكن كنطلب من المحسنين الرقم 06 59 87 79 79 06 59 87 79 79. وكنشكر المحسنين اللي تعاونوا معنا فاش جمعنا 3 مليون، وكنتمنى من الله قبل ما نكملوا البرنامج نتوصلوا بهذا المبلغ، لان الا جمعنا الفلوس حتى ماتت السيد ما عندنا ما نديروا بها. وشكرا للمحسنين فين ما كانوا، من طنجة للقويرة، كنشكركم وشكرا لكم وشكرا للبرنامج. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكر القناه ديال شوف تي في اللي كتسهر معنا ليل ونهار، اللي عندنا واحد النداء لهذا الاخ هذا اللي كنشهد عليه غدا قدام الله بانه كيعاني من هذه الصمامه ديال القلب،
وواحد المده طويله هو كيعاني، واليوم راه وقف على حده اللي ما بقاش قاد يخدم، ما بقى قاد يدير حتى شي حاجه، ودابا واقف على العمليه. وهذا النداء هذا كنوجهوه للمحسنين خارج الوطن وداخل الوطن، الله يجازيكم بخير، تعاونوا مع هذا الاخ هذا، راه ما عندوش باش يدير العمليه. وشكرا. وانا اللي غادي نزيد وغنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا، وراه الحاله تتشوفوا فيها وانا ما باغي حتى شي حاجه من الدنيا، باغي غير نتنفس مزيان ونعيش بحالي بحال عباد الله، ونعيش هذيك البنيه وامها وليلها يا الله محمد رسول الله. هادشي اللي نقول لكم. النمره ديال التليفون ديالي 0698 47 70 21، 0698 47 70 21. وتنطلب من المحسنين تعاونوا معايا، وان الله لا يضيع اجر المحسنين، والله يرحم الوالدين. شحال عمرك؟ عمري 40 سنه. كنت خدام، كنت بخير وعلى خير، تحسيت بهذا المرض هذا تقريبا دابا يعني شي عام. انا تنعاني قبال، ولكن ملي تزاد عليا الحال تقريبا شي عام، دابا شي عام باش تزاد عليا الحال، ما بقيت نقدر لا نزيد. النفس ديالي صديق عليا، والضغط ولا هضرت غير مع شي واحد بحال مكاد مداك تنزير صافي، مثلا مابقاش نقدر نهضر، وتيشدني واحد الالام في الدار صافي تيبركني. شنو قال الطبيب؟ قال لي عندك العمليه ديال الصمامه خاصك تبدلها، والعمليه تتسوى 9,120,000. انت ما عندك ساكن غير في الباديه؟ انا ساكن غير في الباديه، ودوار كوبانيه في جامعه المنصوريه. الناس ديال الدوار وشي محسنين تعاونوا معايا باش كملت 3 مليون. وريني الورقه، وريني الثمن ديال العمليه. الثمن ديال العمليه، وهذا راه الراديو والتلفازه اللي درت. وانا تنشكر الاخوان، وتنتمنى من الله والمحسنين يتعاونوا معايا، وان الله لا يضيع اجر المحسنين، والله يرحم الوالدين، واللي شاف هذه الحاله شوفنا لله ولله. كيف ما تبعتوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، كنتواجدوا بدوار بجماعه المنصوريه، دوار سوجيتا. كيف ما شاهدتوا هذا الاخ كيعاني في صمت بصراحه، الناس ديال الدوار جمعوا لي شي بركه، وكيتسناو منكم ان شاء الله المحسنين كامل يتعاونوا معاه باللي كان. الرقم ديالو كيف ما كتشوفوا، الدار ديالو مراها على قد الحال، ما فحالوش، كان خدام بوليداته، المرض صابو ما صاب ما يدير. كنتمنوا من كل المتابعين ديال شوف تيفي الاوفياء ما يبخلوش على هذا السيد باللي كان. وكنتم معنا مباشره من منزل سجلول بجنب جماعه المنصوريه. شكرا لكم.